صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذا حسين وفي الظلام ضياء وبه قد تشرفت كربلاء. حط في الطف رحله بثبات نهجه العز والتقى والإباء. حالف الحق لا يبايع يزيد لم يغز الطود العظيم غثاء. فاستحق الثناء من رب العلا وصلت على روحه الأنبياء. فارفعوا الصوت بالصلاة عليه تتوالى بذكره الآلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خطبة لسيدنا وإمامنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نافس في المكارم وسارع في المغارم
واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحور نقما. هدية إلى روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا وشفيعنا أبي عبد الله الحسين، أرواحنا له الفداء. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان، لكل إنسان، فرصة في هذه الدنيا. الآن أنا وياك في فرصة، وكما يقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين روح له الفداء، يقول: اغتنموا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. تشبيه المعقول بالمحسوس. شايفين السحابة تجي؟ السحابة تجي ممكن أن ينزل منها مطر حلو بس تبقى، لا، بعد دقائق تمشي. السحابة مو ثابتة، الفرص مو ثابت. تجيكم فرص الآن، أيام محرم، أيام العزاء، الله سبحانه وتعالى منطيكم هذه الفرصة. من واسى آل بيت رسول الله عليهم السلام في هذه المجالس فله الأجر العظيم. من بكى على الحسين عليه السلام حتى ابتلت عيونه بمقدار جناح بعوضة غفر الله له؟ هاي فرصة مو دائما. الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان فرص. طبعا الأقلية من المؤمنين المؤمنات يغتنمون هاي الفرص. أكو كثير، الأكثرية من الناس هاي الفرص ما يغتنموها، يقضون عمرهم بالمعاصي، بالشهوات أو بالتوافه. إمامنا وسيدنا أمير الحسين روحي له الفداء يقول: أيها الناس، سارعوا في المغانم، في المكارم عفوا، سارعوا في المكارم، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم. المكارم جمع مكرمة، مكرمة يعني الصفات الطيبة، هذا الإنسان كريم إلى مكرمة، سخي إلى مكرمة، أخلاقه حلوة، دائما يبتسم بوجه الناس. تدرون هاي الابتسامة صدقة؟ يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: الابتسامة بوجه أخيك المؤمن صدقة. تشوف للواحد ابتسم بوجه بشوش كأنك دفعت فلوس في سبيل الله للفقير، فلوس ما عندك، ابتسامة. إنكم، قال رسول الله، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسيعوهم بأخلاقكم. تقول أهل الهارث يحبوك، باش نعطيهم كل واحد 10,000 دينار، قل: ما عندي. عندك شيء أغلى من المال، الوجه الطيب. اعطيهم الوجه الطيب، أنت تكون عبوس، ابتسم، تشوف الناس سلم عليهم، السلام ما ينقصك، يزيدك. نعم. نافسوا في المكارم يعني بالأخلاق الطيبة، حاول أنت تكون الأحسن من عنده. إخواني، مهم كلام إمام، قد نتعلم من إمامنا الحسين. تصير أحسن من عنده، ما هي منافسة يقولونها. يعني شلون؟ أجيب لك مثال. الآن أيام الحج، الحجاج يرجعون إن شاء الله، يرجعون يكونوا سالمين غانمين. زين، أنت أجيت من الحج، هذا ابن عمك، جارك، ابن عشيرتك ما يجي يزورك، ممكن عشان عنده شغلة صورك ما لحق. السنة الجاية هو راح للحج، أنت تزوره أو ما تزوره؟ أكثرنا يقول: لا، ما أزوره. هو ليش البار العام ما قدرني؟ هاي مو أخلاق أهل البيت يا جماعة. أخلاق أهل البيت عليهم السلام، إمامنا وسيدنا زين العابدين روحي له الفداء، أكو دعاء في مفاتيح الجنان موجود، ضياء الصالحين موجود، اسمه دعاء مكارم الأخلاق، هناك موجود شيء، بالأسبوع مرة، بالشهر مرة، بالسنة مرة اقرأ هذا الدعاء.
إنما زين العابدين يقول إلهي وسددني، أنت ساعدني لكي أقابل من قطعني بالوصل. هو قطع، هو ما يجي يزورني، أنا أروح أزوره، أكسر عينه، خليه يشكي أحكي وياكم باللغة العامية. ابني مات، أبويا مات، ما أجي فاتحة أبوي. اليوم أبوه مات، أنت روح فاتحة. هاي أخلاق الحسين، كيفكم؟ اللي يحب الحسين هاي أخلاق. هو كان، أنا دعيته قلت له مجلس عرس ابني ليلة الجمعة تعال، ما أجي. بعد كم يوم مجلس عرس ابني، أنا أروح إذا دعاني. شوف، نافسوا في المكارم، يعني الأخلاق الطيبة. الأخلاق الطيبة هاي صل من قطعك، خصوصا في صلة الرحم. هو ما أجي، هو ما شارك بعزانا، ما شارك بفاتحتنا، ما شارك بعرسنا، بفرحنا، أنا أشارك، أنا أروح. بالله عليكم مثل هذا كم واحد عندنا؟ فكروا شوي. نافسوا في المكارم. بعد وسارعوا في المغانم. المغنم المفرد ماله يعني الربح، يعني واحد يحصل غنيمة، غنيمة يعني ربح. زين، احنا في الامور المادية كنا نحاول ان نسارع. اذا قالوا لكم باكر اكو شغلة بالبصرة بها ربح، باكر الذين مثلا يشتري ذهب، الذهب رخيص عقب باكر يصير غالي، كنا نروح نخلي فلوس بالذهب واسارع كل ما عندي فلوس اخلي، لان ادري عقب باكر راح يغلى. في الامور المادية واضح، ليش؟ يقول ربح، مغنم. الآن جايبين مجموعة سيارات رخيصة، رخيصة جدا، نفرض إذا أشتري بعد كم يوم ينقطع الاستيراد راح تصعد الأسعار، روح أشتري إذا عندي فلوس. أمور واضحة هاي. زين، بالأمور المعنوية شلون؟ الأمور المادية كنا نركض وراها. الأمور المعنوية، الإمام الحسين سلام الله عليه، إمامنا الإمام الحسين الذي هو يقول أنا قتيل العبرة، أخذوا عبرة من إمامكم الحسين. شلون نعتبر؟ شلون نتعلم؟ الإمام عليه السلام يقول حاولوا أن تسارعون، مسارعة يعني مسابقة، يعني أنا وصديقي واقفين، أنا أحاول أسرع، سارعوا، سارعوا مواد مفاعلة، باب المفاعلة يعني هو يحاول أنا أحاول. إذا قالوا لكم الآن أكو سيارة نظيفة بالولاية يبيعوها مثلا بنص مليون دينار، أنا أحاول أسرع من صديقي أروح، لأن صاحب السيارة يريد فلوس نقدي. أنا أحاول سيارة أبو 5 ملايين يبيعوها نص مليون، أنا أحاول حتى لو أخوي وياي أنا أسرع أدبر فلوسي، ولو أبيع اللي عندي أروح أشتري السيارة. هذا يقول سارع، ما يقول أسرع، سارع، سارع. أنا أحاول أسرع منه أروح، ذاك يحاول أسرع مني يروح، واللي راح يحصل. سارعوا في المغانم، المغانم المعنوية، صلاة جماعة، حاول أن تلحق على الركعة الأولى. إيه، اجى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا ما لحقت على الركعة الأولى، شبينا إحنا؟ هذا بيت تقوم تعال صلاة جماعة كل يوم. ما لحقت. الآن شنو أدفع الذي أتمكن أن أعوض الركعة؟ ركعة واحدة من صلاة الجماعة راحت من أيدي، يعني 4 ركعات أنا لحقت على 3 ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو هذا جبل أحد، إذا كان جبل أحد كل إلك وذهب كم مليون طن، وكل أنفقت في سبيل الله ما أدركت ثواب ركعة واحدة من صلاة الجماعة. وتبلع عليك بيتي أمتار من المسجد ما أجي صلاة جماعة. نافسوا، سارعوا، ده يفوتكم عمرك لأنه محدود، ما راح تعيش لا أبد الأبد. فرصة، هاي الفرصة اغتنموها يا جماعة. نافسوا في المكارم، سارعوا في المغانم، كل ما أكثر أحسن. وهو الإمام عليه السلام معلمنا، شوفوا حياة الإمام الحسين كل نور كل بركة. روحي له الفداء،
الإمام الحسن والحسين أيام حسب الظاهر يعني أيام طفولتهم أيام اللي كان عمره صغير، اثنين أخوة إمام حجة الله يمشون شافوا في الرجال شايب وضوء باطل، لن يكون بعضنا إلى هالدرجة صاير عمره 60 سنة 70 سنة بعض وضوء ما أعرف ما بيشي يا أخي. هالناس المؤمنين هالعلماء موجودين مرة روح قل لشيخنا سيدنا يريد توضي شو وضوء يصحي له غلط وضوء باطل. الإمام الحسن المجتبى روحي له الفداء، اجي يم هذا الشايب قال له عمي أنا وأخوي، ما قال له هذا إحنا أولاد رسول الله، قال أنا وأخوي نريد نتوضأ، شوف يا هو وضوءنا أحلى أصح علمنا أنت، يعني تواضعوا للرجال الشايب لشيبته هو ما يدري شنو الموضوع. قال يلا الإمام الحسين المجتبى سلام الله اتوضى وضوء صحيح، والإمام الحسين اتوضى وضوء صحيح، الشايب عرف هو الغلطان، قال عمي أقول لكم ترى أنا الغلطان الوضوء صحيح تتوضيتوا، شافوا واحد على طريق الغلط ما قال أنا شي يخصني، يخصه زين السيدة شفت واحد أكبر منك أكثر أقل بعمرك أصغر منك وضوء باطل باللسان الطيب ها مو قدام الناس، تعال يمه قل له عزيزي أنا ما أدري ممكن أنا غلطان، ترى الوضوء مو هالشكل هالشكل اعطي الطريقة الصحيحة. هذا يقولون نافسوا سارعوا أئمتنا هالشكل. الإمام الحسين سلام الله عليه ده يمشي في أزقة المدينة، وصل إلى مكان الإمام عطش طلب الماء موعي طلب الطعام، يعني أقول الواحد يعطيني لقمة خبز هاي عيب، بس طلب الماء أقول لعمي أنا عطشان يعطيني مي موعي. الإمام الحسين عليه السلام التفت شاف بنية جارية، جارية يعني مملوكة واقفة عند باب بستان باب بيت، قال لها أبت الله أسقنا شربة من الماء عندكم مي؟ قالت إيه، هي ما تعرف الإمام الحسين، راحت جابت طاسة مي إناء مي قدمت، يعني الآن 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 هذا المي ما أدفع سعر غالي رخيص، المي رخيص من فضل الله علينا. الإمام الحسين عليه السلام شرب طاسة صارت خالية، طلع الخاتم ماله، خاتم الإمام الحسين ذاك اليوم يسوى 200 دينار ذهب، خلى الخاتم ماله بالطاسة الخالية الطاهر لبنية مقابل مو قضية الميس وميتين دينار، قضية الحسين عليه السلام يعلمنا السخاء الكرم المكارم مكارم الأخلاق، من جاء بالحسنة فله عشر مثلها. القرآن يخاطبكم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أحسن منها. هو جاب لك مي أنت طي ذهب، هو عزمك انطاق غداء انت حاول تطيل احسن، هاي اخلاق ائمتنا. والا الامام هاي اللي تنقل الانسان يا اخواني. الامام عليه السلام دي يفوت شاف جماعه مرضى فقراء بالشارع قاعدين ما عندهم، مرضى فقراء شنو عندهم؟ كل واحد عنده كسره خبز. قالوا يا ابن رسول الله تعال كل ويانا، الامام ما تكبر عليهم قاعد وياهم طيب خاطرهم، أخذوا شوي من خبزهم أكل، قال زين أنا أكلت ذاتكم كلكم أعزمكم تجون ببيتي ليلة الجمعة كلكم ضيوف عندي، أجوا بيت الإمام الحسين الإمام عليه السلام هيئ لهم ألذ الأطعمة، يعني الواحد بمية. وترى الحسين عليه السلام نفسه نفسه أقول لكم الإمام الحسين مو ميت، سيد الشهداء شهيد حي، روح الطاهرة موجودة بهاي المجالس وياكم يعيش. الآن هم الذي يقدم للحسين عليه السلام دينار يأخذ أضعاف، الآن هم الذي يقدم للحسين روحي له الفداء لقمة خبز يحصل. القضية قضية الإخلاص، هذول رحمة الله، يا رحمة الله الواسعة سفينة النجاة بابا مفتوح للكل، تعالوا. كان يجون جابر ابن الحجاج، جابر ابن الحجاج هذا الآن اسمه مكتوب جزء شهداء كربلاء، جابر ابن الحجاج جاي في جيش عمر ابن سعد، ألعن جيش في تاريخ البشر جيش عمر بن سعد، جيش
جايين لسفك دم حجة الله على السماوات والأرضين. ريحانة رسول الله هذا ما يلحق لأي معصية، أي يعني أكبر المعاصي سفك دم إمام معصوم، أكبر المعاصي سفك دم إنسان بريء، طفل ده يمشي واحد قتله، هذا أكبر، أكبر من الزنا، أكبر من شرب الخمر، أكبر. فكيف إذا كان هذا المقتول حجة الله إمام؟ جابر بن الحجاج ليلة عاشوراء فكر تفصيلنا مو موطن حديثي، ترك جيش عمر بن سعد والتحق بجيش الحسين سلام الله عليه. سيدي هل مين دايم من توبة؟ باب مفتوح. قبل ما يجيك ملك الموت إذا جئت إلى الله الطريق لكم مفتوح يا شباب. يا شباب كانوا هذول انحرفوا، بني آدم خطاء غرتهم الدنيا. صار أيام محرم، شاف هذول الشباب ناصبين خيمة دي يطبخون، إجي قال ممكن أطبخ وياكم، ممكن أخدم وياكم. صار من خدام الحسين، سجل اسمه إن شاء الله تصير مثله. لا يقول واحد يسألني من أهل المعاصي أنا بعد وين، لا لا الطريق مفتوح، تعالوا إلى الله سبحانه وتعالى، تعالوا إلى الحسين فهو باب الله، نافسوا سارعوا. زين بعدين الإمام عليه السلام يقول واعلموا في خطبته، واعلموا أن حوائج الناس إليكم وفي نسخة لكم، واعلموا أن حوائج الناس لكم من نعم الله عليكم. الله مو منطيك نعمة العين، منطيك نعمة اللسان، معطيك نعمة الإذن، معطيك نعمة القلب السالم. واحدة من أكبر أنعم الله أن الناس محتاجينك هسه في أي قضية، أشكر أنه أنت ما محتاج، الله خلى الناس يحتاجوك. الناس مو قصدي عامة الناس، بالنتيجة أنت إنسان شريف باكر أهلك يحتاجوك، تروح تشتري لهم خبز تجيب ريوك، توفر لهم الطعام، توفر لهم الخدمات كأب. أنت الأم المحترمة تدخلين بالمطبخ تطبخين لعيالك، هاي من نعم الله عليكم. السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تذكر هاي الرواية عن رسول الله، تقول سمعت أبي رسول الله يقول، اسمعوا يا أخوات المؤمنات، أيما امرأة طبخت في بيتها طعاما، مضمون الرواية، لعيالها أعطاها الله بكل حبة ثواب عبادة سنة. الله، يعني باشر أمي كم حبة تمن تطبخ، مو كم كيلو، كم حبة اللي ما حد يقدر يحسب. صلوا على محمد وآل محمد. كم حبة تمن، كم حبة برغل، كم حبة عدس، كم حبة ماش، عموما بالبيوت شنو نطبخ، هاي أكلاتنا، كل حبة من عندهم. الله ينطي للحجية اللي تطبخ وتحضر العيال بلاش، لا الله ينطيها ثواب عبادة السنة. زين هاي الأم المحترمة ربة البيت، هسه أمي وأختي بنتي أي واحد، المرأة اللي تطبخ بالبيت دمعت عينها من نتيجة دخان ريحة بعض أطعمة مثل البصل وأمثال ذلك، دمع عينها، جعل الله بينها أو عرق جبينها ده تطبخ، المطبخ حار عرقت. السيدة الزهراء تقول سمعت أبي رسول الله جعل الله بينها وبين نار جهنم خنادق، النار ما تمسها، يعني من أهل الجنة تصير بهالمقدار القليل. زين يا أختي يا أخي يا بابا يا ماما، إذا الناس محتاجيكم، إذا أولادكم محتاجيكم، بناتكم محتاجيكم، إذا زوجك محتاجك يا أختي، إذا زوجتك محتاجتك يا أخي، نعم الله عليكم، واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. الله أنعم عليك، أنت صرت حجي
مرتك محتاجتك، شوي وسع الدائرة، أولادك، وسع جيرانك محتاجيك، وسع الدائرة، أنت صرت رئيس دائرة، الناس محتاجين، رئيس دائرة الجوازات، رئيس دائرة المواد الجنسية، زين، وهاي المسؤوليات اللي موجودة في المجتمع، ناس محتاجينك، صرت إنسان ثري، الناس يجون يمك يمدون إيدهم، ما بطيني قرض زين، نفرض عندك، نطيهم. تدرون إذا واحد يدفع صدقة، الصدقة بعشرة، تدفع دينار الله يعطيك أجر عشر دنانير، أما الدين بثمانية عشر الرواية، يعني إذا دفعت الواحد طلب من عندي دينار قرض الله ينطيني بالدينار الواحد 18 ضعف ثواب، في حين لو أنت صدقة، صدقة يعني روحه بلا ردة عشر أضعاف، هالقد مهم. زين إذا واحد جاي محتاج مد إيده يطلب من عندك دين 50,000 100,000 ونفرض أنت عندك انطي، الله يقول إذا تعطي تدرين من منطي إليه منطيني، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، الله محتاج، الله يقول هذا عبدي المؤمن لمن يجي مد إيده إليك يخلي ما يوجه عندك أنت ساعده، مرة خدامة الآن الخدامة أنا ما عندي مملوكات خادمات يعني شغل متواضع اجتماعيا مو دكتورة هاي خدامة، فكيف إذا كانت جارية مملوكة يشتروها يبيعوها، شافت الإمام الحسين عليه السلام خادمة بيت الإمام الحسين مملوكة، قدمت باقة ورد طاقة ريحان يعني باقة ورد للإمام الحسين عليه السلام، الورد إيش قد قيمته، شدت الورد الآن بفلوسه ممكن يكون ربع دينار، الإمام عليه السلام اشتبه قال لا أحسنتي، بعدين الإمام سوى شيء تاريخ البشر قليل إلى ما أقول ماكو، الإمام قال أنت حرة لوجه الله، واحد واقف قال يا ابن رسول الله شنو حرة لوجه الله، هي اعطتك طاقة ورد، باقة ورد قيمتها درهم، هي قيمتها 1,000 دينار ذهب، يعني لو تبيعها بالسوق يشتروها منك ب1,000 دينار، انت مقابل درهم، درهم يعني 10 دينار يعني 100 فلس، انت مقابل الدرهم تعطي 1,000 دينار، الحسين عليه السلام قال هكذا علمنا ربنا، الله يشكر معلم، شنو قايل الله؟ الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هاي وين تلقيها؟ عندنا مجلسنا معلمين مدرسين مدرسات معلمات، إذا أحمد شوقي يقول كاد المعلم أن يكون رسولا، أحمد شوقي كلام عنده، الحسين عليه السلام عمل عنده، اسمعوني زين، الإمام الحسين عنده ولد اسمه جعفر، جعفر عمره صار 6 سنوات 7 سنوات أول طفولته، الإمام دزيه مستاده قال له علم القرآن، الأستاذ تعب علم الولد بس سورة الحمد، زين ورا ما تعلم الأستاذ يريد يفتخر أخذ إيد الطفل جابه من الإمام قال سيدي علمته سورة الحمد، الإمام التفت إلى ابن جعفر قال ولدي اقرأ، الولد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا كمل، تدرون الإمام الحسين إيش سوى؟ هاي الأخلاقيات تعلمناها خلينا نتعلمها، أولا الإمام عليه السلام أعطى للمعلم 1,000 دينار ذهب، 1,000,000 أحمد شوقي ما يلحقون، أحمد شوقي حاجي يحكي، الإمام حسين عمل 1,000 دينار ذهب يعني 350 غرام ذهب، لا 1,000 دينار يصير مو 350 يصير 3.5 كيلوات، 3.5 كيلوات ذهب ينطي المعلم اللي معلم ابن سورة الحمد بس، وملأ فاه درة مجوهرات، حلق الإنسان إيش قد تأخذ مجوهرات، الإمام عليه السلام قال هذا الحلق اللي يعلم ابن قرآن لازم أمليه بالدر، انطاه مجوهرات، واحد قال يا ابن رسول الله أنت عجيب يعني الرجال مع الإمام قال ما أعطانا أكثر مما أعطيناه، هو معلم ابن القرآن، تدرون يعني شنو القرآن،
إذا فرد واحد استاذ قرآن يعلم أولادكم القرآن، إذا واحد معلم يعلم ابنك القراءة والكتابة، هذا شلون تعامله؟ الإمام حسين يعلم، هو استاذنا، هو يعلمنا السخاء، الكرم، طاقة ريحان أنت حر لوجه الله. ومعلم ابن القرآن يقول له 1000 دينار ذهب وما أفاه درة مجوهرات، هاي الأخلاق العالية. أرجع للخطبة، الإمام عليه السلام قال: واعلموا أن حوائج الناس إليكم، إذا ناس محتاجينك، الناس قلنا ابدأ أنت إنسان واحد، أقرب إنسان منه إليك زوجتك، وأقرب إنسان للمرأة رجالها، بعدين وسع الدائرة، أولادك، بنادك، أحفادك، أولاد خالتك، أولاد عمتك، أولاد عمك، وهكذا إلى جيرانك، إلى 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 المجتمع الكبير. إذا يوم من الأيام الناس في أي مقام احتاجونك، اجوا يمك، طلبوا من عندك طلب، لا ترد. تارة ما أقدر، يجي واحد يقول لك اعطيني 1,000,000 دينار قرض، ما عندي، بس بالوجه الطيب قل له ما عندي، قل له انا ادعي لك ان شاء الله، ان شاء الله رب العالمين يحل مشكلتك، ما انساك. هاي الاخلاقيات من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم. مو بعض الناس يقول ابتلينا، بس اريد ارتاح يدق التليفون، بس اريد ارتاح يدقون الباب، اشكر ربك. فلا تملوا النعم، تدرون شو يصير؟ فتحور، تحور يعني تنقلب، فتنقلب نقما. هذا الذي يمل من الناس، من حوائج الناس، الله يخليه هو محتاج، عد هو يروح يدق باب الناس يردوا زين. الله لا يحوجك ان شاء الله بحق محمد الله لا يحوجكم الى لئيم، تروح تدق باب يقول لك نايم، ما هو، وهو موجود، انت محتاج في اي قضيه، تروح للإدارة يقولون أنا الدوام ما موجود بالدوام، عنده جلسة، عندك، كلهم كذب، كل شيء يروح. فأنت إذا صرت مسؤول، هاي النماذج الذي نتعلمها من أهل البيت عليهم السلام، شلون كان يعاملون المجتمع، هذا مهم عندي أنا الآن أمثل لكم مثالين، مثال من الخط العلوي، مثال من الخط الأموي، خطان متناقضان، خط أمير المؤمنين عليه السلام، تربات أمير المؤمنين عليه السلام يدعوكم إلى التقوى، إلى العفو والسماح والإنسانية والفضل وخدمة الناس. الخط الأموي يدعو الناس إلى سفك الدماء والقتل والنهب وذبح الأطفال وإلى آخره. تعال ابدأ الخط العلوي. القائد العام للقوات المسلحة لأمير المؤمنين، لما أقول لك أمير المؤمنين لا تصور على جيش العراق، أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم حسب تحقيق، أقول لكم بحسب خارطة اليوم، على 36 دولة. الآن 36 دولة، الخريطة لو تجمعها يصير حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام. أخذ من أرمينيا، انزل إلى تركيا، انزل إلى أذربيجان، انزل إلى إيران، انزل إلى العراق، رفض إلى أفريقيا، هاي الدول، دول الخليج، هاي كلها تحت إيد علي بن أبي طالب عليه السلام. القائد العام للقوات المسلحة لهاي الدولة الشاسع الواسع زين، هذا شتت درجة فريق أول، شو تقول؟ مالك الأشتر النخعي، مالك الأشتر، الإمام علي عليه السلام يقول: كان لي كما كنت لرسول الله. عندك أقرب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب؟ لا، أقرب الناس لعلي بن أبي طالب مالك الأشتر رضوان الله عليه. مالك الأشتر يقولون كان يأخذ بيده الدرهم بإيده يعوجها هالشكل، هيش قدرة عنده، يمسح بإيده هالشكل يسويها ينمسح الكتابة اللي عليها، قوي، رجل حديد، ما قابله أحد في الحرب إلا وتغلب عليه، انتصر عليه مالك. مالك الأشتر
ما لابس ملابس مزركشه وكشخه، لا ملابس عاديه، لان هو متعلم من استاذه من امام امير المؤمنين الامام عليه السلام، يقول الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه طمريين. شايفين الحجاج شلون؟ هذا يقول مئزر وازار قطعتين، طمر يعني قطعه قماش. شايفين الحجاج بعد واحد يشدون على بطنهم مثل وزره، واحد بعد اشتافه هذا ملبس علي بن ابي طالب ما ركب مثله. بن امير المؤمنين عليه السلام شوي بعد انزل كان ثيابه من مالك، هاي الماده ما تسوى. ولقد رقعت مدرعتي هذه المدرعه هاي اللي بعد اشتافي ومرقعه كانت. هذا القائد هذا بطل، شنو اخلي اسمه؟ هذا الامبراطور، هذا الملك العظيم، 36 دولة حق بابه اليوم حاكم على بالخريطة لو تشوفون دولة راس أبرة هيك نقطة وسط البحر، طيارة خاصة وقصر وقصور وجيوش وصاحب الجلالة والامبراطور أمير المؤمنين عايش حاكم على 36 دولة ثوبه مرقع. هذا عظيم، هاي العظمة تبقي للإنسان. القائد العام لقوات أمير المؤمنين مالك الأشتر، مالك الأشتر ده يمشي فرد واحد شاب، احنا ما مربينه كل مكان أكو، شال في رواية حجارة في رواية قشرة فاكهة، شاف هذا الرجال ثيابه مندرسة عبارة هذا فرد واحد فقير الله، قال خلنا نضحك عليه، ضربه بضربه. مالك التفت اجت حجارة او قشرة، قشرة مثلا رقي على جسمه، زين لو انا شنت اقول عن نفسي احد لا يزعل، لو شنت اروح اضربه، لو شنت اروح اقول اقول استحي ولك استحي، يعني شو مسوي لك انا؟ مالك ايش سوى؟ مالك اللي كان يقدر بضربه وحده يقتله، هيك يضربه بس على راسه كان يقتله بالمكان، بطل. مالك شاف كل شيء ما قال له، راح ابتعد امتار، واحد شاف اجى هذا الولد اللي ضربه قال له تدري ايش سويت انت؟ قال لا. قال هذا القائد العام للقوات المسلحه لك، هذا مالك الاشتر، هذا مالك مو بالسيف بايده لو ضربك ضربه يقتلك، ايش سويت انت؟ ركض هذا الضرب، ركض اجى دور على مالك، شاف مالك دخل المسجد، اجى بالمسجد يريد يعتذر من عنده، الله اكبر بدا يصدم. يا ناس ما عندنا، ما عندنا الان في مجتمعنا ولا واحد ليصلي. الولد وقف خايف الان، مالك لو شافني شو يسوي لي؟ كلكم شفتوا بالدجيل راد واحد يقتل صدام، شخص واحد راد يقتل صدام، زين وما اقتاله خلص 180 إنسان أعدم. هذا خطأ بني أمية. تعال إلى خطأ أمير المؤمنين، ترباط علي بن أبي طالب، مالك صلى ركعتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كمل صلاته ركض للولد، وقف باس إيده عفوا، قلنا منو أنت؟ قال عمي أنا اللي أنا ضربتك بالحجارة. مالك قال له اسمع، أنا ما أقدر مو درب المسجد، أنا رايح على دربي، لما أنت ضربتني عرفت أنت إنسان منحرف ما تدري، والله ما دخلت المسجد إلا أن صليت ركعتين صلاة الحاجة، طلبت من الله أن يهديك. كم واحد مثل هذا عندنا يا أهل العراق؟ ها؟ إذا واحد اعتدى على شرطي، إذا واحد اعتدى على واحد من عشيرة مو رأسا يجيب عشيرته، وتشوفون قتل يصير، دم يصير على شيء تافه، عشيرة تقتل عشيرة. ومالك الأشتر شيخ العشائر القائد العام للقوات المسلحة، واحد معتدي عليه مو بس عفى عنه وسامحه، صلى ركعتين صلاة طلب من الله هم يسامحه وهم يهدي إلى صراط المستقيم. هذا نموذج من تربات أمير المؤمنين والتربية الحسينية. النموذج الثاني تربات بني أمية بنفس الكوفة، إجا
زياد ابن أبيه، أبو عبيد الله ابن زياد قاتل الحسين. عائشة خلت اسم زياد ابن أبيه لما عنده أبو. يوم اللي انولد خمس آباء ادعوا، خمس رياجل، كل واحد قال هذا ابني. تفهمني شنو أقول؟ يعني ابن حرام، نغل. الإمام الحسين يقول الدعي يعني النغل، ما الأب. زين، هذا صار والي خليفة المسلمين، لا إله إلا الله، إجا صار والي من طرف معاوية عليه اللعنة وسوء العذاب بالكوفة. صعد المنبر، مسجد الكوفة، مسجد الكوفة النفس الموجودة، صعد المنبر بدأ يحكي. واحد من الجالسين شال حجارة ضربه، بس لاحظ خشمه. هلو زياد ايش سوى؟ هذاك مالك، هذا زياد. قيس زياد قال رأسا سدوا كل بيبان المسجد، سدوا البيبان. قال الناس طلعوهم واحد واحد يحلف بالقرآن، يحلف بالله أنه هو ما رماني، حجارة واحدة، كل واحد كان يحلف بالله والقرآن يطلع. مجموعا أكثر من 70 إنسان قطع أيديهم، قطع أيديهم. الخبر لما وصل للإمام الحسن المجتبى روحي له الفداء آنذاك، الإمام عليه السلام رفع يديه ودعا وقال اللهم انتقم من زياد ابن أبيه ظالم. واحد من طيح جار على خشمه، شو مش سوى؟ الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء الإمام المجتبى عليه السلام، صار رأسا طلع ألم جرح بإصبعه. راجع أطباء ذاك اليوم قالوا له هذا علامة الطاعون، والحل قالوا لازم نقطع أصبعك. شلون تقطعون أصبعي؟ ما أقدر، ما أتحمل. ما تتحمل أصبع واحد يقطعون منك وتقطع 80 إنسان إيدهم؟ هسه عرفت الله شلون ينتقم؟ عرفت شنو معنى يقولون الله ما يضرب بعصا؟ ما قطع أصبعه. المرض انتشر، إجى كل إيده. يوم وراء راجع إلى الطباء قالوا لازم نقطع إيدك من المرفق من هنا وإلا الميكروب ده يصعد. أنا أقول ميكروب طبعا، إذا قالوا له المرض ده يصعد. إجا راجع شريح القاضي قال له يا شريح شو تسوي شيخنا؟ شريح قال له ما أدري، أنت إذا تقطع إيدك معناه أنه ما تحب لقاء الله، أنت اصبر، لو الله يعافيك، لو الله يأخذ أمانته وروح جسمك سالم عند الله. ضحك عليه زياد، صبر، صعد المرض، قطعوا يديه، قطعوا ايده وقطعوا ايده وقطعوا ايده. لما كان يقطعون الايد يخلون صفحه حاره، نعوذ بالله، يعني الطب ذاك اليوم يخلون صفحه حاره حديديه على النار تصير حمر، ورا ما قطعوا العضو هاي الصفحه الحديديه يلزقوها على محل الجرح حتى يصير كوي ينقطع الدم. زياد تدرون شلون راح الى جهنم؟ زياد قطعوا ايده واجوا يتشووه بالنار، مات من اثر الالم والعذاب. يقطع ايد 80 انسان عادي؟ يدرون يقطعون اصبع واحد من عنده ما يتحمل؟ الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم. انت المؤمن اذا صرت انسان مسامح طيب خلوق ويا الآخرين، نافسوا في المكارم، سارعوا في المغانم. كل ما أسرع، ما أدري إيش قد باقي من عمري، ما أدري، أقول على نفسي أحد لا يزعل، كم دقيقة بعد أنا عايش، كم ساعة بعد عايش، كم يوم بعد عايش، ما أدري. ما طول ما تدري، إذن اغتنم الفرصة الآن، أنت وأنت استفيد من وقتك، استفيد من لحظات عمرك، استفيد من هاي الثواني اللي تمر ثانية ثانية. حقيقة أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها حطبا في الحشر تشتعل. يا ناس أكو وراكم آخرة، يا أولاد العشائر أكو وراكم آخرة، أكو وراكم حساب، أكو وراكم دقة بالحساب. لا يكون لا سمح الله تظلم أحد،
ليكن الان شنت في مجلس صاحب المجلس قال احنا ناس كسبه من عشيرتنا واحد قتل من عشيره اخرى اجوا قتلوا اخوي انا انا لا هذا حاج عزيز كانوا وياي ظلما وعدوانا. عمي هاي مسؤوليه شرعيه؟ اولا الانتقام غلط، الحقد غلط. هسه تريد تنتقم اقتل القاتل مو تقتل ابن عمه، شنو ذنبه؟ مكارم الاخلاق الصفات الطيبه زين. هسه اجوا الناس يمك، اجوا الكباريه الاجاويد يمك، قالوا بابا تعالوا نصلح القضيه. احنا كنا اولاد عشائر، احنا كنا اولاد الحسين، احنا كنا خدام الحسين. لا، الا ان انتقم الا ان اقتل. هذا غلط يا ناس. لناخذ طريقه عمر بن سعد، لناخذ طريقه ابن زياد، خلونا على طريقه الحسين، خلونا على طريقه امير المؤمنين، خلونا على طريقه مالك الاشتر. السماح، الانسانيه، الاخوه، هاي لننساها. امامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يريد يطلع من المدينة المنورة، غريب، الكل صايرين ضده، والحاكم أمر أن يبايع يزيد. الإمام عليه السلام ما يريد يبايع يزيد، فخرج وأهله وياه، طلع في ظلام الليل رايح إلى من المدينة إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. زين، جاء وفي لزيارة قبر أمه الزهراء سلام الله عليها. جلس عند قبر أمه، بكى عند أمه الزهراء، ثم جاء إلى قبر جده رسول الله. يا رسول الله ضمني إليك، قد نزل بي ما ترى. فتح عينه في لحظات، كان في حال غفوة الإمام عليه السلام، رأى جده رسول الله في ضريحه. قال له ضمني عندك يا جداه، لا أحب الرجوع إلى الدنيا. فضمه رسول الله إلى صدره وقال له ولدي حسين، لا بد لك من السفر إلى العراق، إن الله شاء أن يراك قتيلا. أنت راح تقدم شيء ما حد ما مقدمه، تقدم أكبر التضحيات في سبيل الله، هاي إرادة الله لحفظ الدين، لإحياء الدين. وأن يرى نسائك سبايا. فالحسين سلام الله عليه كأنه ألقى بنفسه في أحضان جده، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيل، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشي. الله يرحم المرحوم شيخ الدمستاني رحمة الله عليه، شلون جاي يمثل يقول فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين ولدي اخرج إلى العراق، ستذوق الظلم، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، أي صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، ودع قبر جده
خرج باكيا، هذه آخر لحظات يكون في المدينة. خرج نحو العراق لكل زيارة رد زيارة. متى رد عليه رسول الله رد الزيارة في كربلاء، حضر عند جسد ولده الحسين وهو مقطع الأعضاء ملقا على الرمضاء. نظرت زينب إلى يا نعش أخيها الحسين جثة بلا رأس منخمد الأنفاس وقد رفعوا رأسه على الرمح. صفقت يدا على يد وصاحت يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الثرى. انكشف أمامها الغطاء، رأت جدها رسول الله حاف القدمين حاسر الرأس باكيا على ولده الحسين. صاحت يا جدا يا رسول الله هذا حسين مربل بالدماء. مسلوب العمامة والرداية، لا هو غائب فيرجى ولا جريح فيداوى. هيا جدي ما يتمحن مد ديني، يا جدي ما تمحد مد ديني ولا واحد يا جدي عد رجلي. أيام محرم أريد ترفع صوتك مع زينب. آه وتشتكي تارة تنعى عشيرتها. إيه وين مع زينب؟ وتشتكي تارة تنعى عشيرتها. المرأة العربية إذا اعتدوا عليها توقف تصيح عشيرتها، توضع إيدها على رأسها، إذا ما عندها ريال جين تصيح الكبار. وتنثني تارة تنعى عشيرتها منه من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. قوموا غضابا عن الأجدايا وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول عليه الخيل، عار تجول عليه الخيل ميدانا. تعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبة؟ أخذ شوية من دمع عينك نحو السماء، هاي الإيد إن شاء الله دعاها مستجاب ببركة دمع على الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أصحاب الحوائج كلنا مع بعض. أمن يجيب المضطر
أما يجيب المضطر أما يجيب باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم نقسم عليك بحق الحسين إلى غنى ليالي محرم ارفعوا أيدي التضرع إلى الله عاش مرات يا الله 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 اطلبوا حوائجكم من الله يرحمكم الله فردا فردا إلهي عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف كل مريض سيما المنظورين إلهنا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا جميعا مع أنصار الحسين تقبل منا هذا القليل بكرمك وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان